مع روبورتاج عن يسوع فرحي، هالجمعية اللي كل سنة بمثل هالوقت بتقوم بنشاط بتجمع فيه الكل من كل المناطق على فرح واحد هو يسوع المسيح. هالاحتفال صار بمنطقة ميروبا، كل التفاصيل منتبعها بروبورتاج مصور. الحقيقة يسوع فرحي نحن بنعتبر هو مشروع ربنا بالكنيسة اللبنانية يلي هو بلش من سنة 97 الذكرى المئوية الأولى للقديسة تيريزا طفل يسوع، وكلمة يسوع فرحي القديسة تيريزا هي قالتها بحياتها، يسوع فرحي أن أحبك. هالمختبر يلي بنعيشه نحن هون بهالتجمع، الكل هن من كل المناطق اللبنانية، الكل هن من كل الألوان اللبنانية، الكل هن هون عم يجتمعوا على الأساس. لما نحن بنجتمع على الأساس كل الاختلافات بتصير سنوية، ونحن نعرف أنه نحن ربنا هو بيوحد ألواننا، بيوحد اختلافاتنا، بيوحدنا، والبقية بيصير كله غنى وقديش أنا بكون عم بعيش وعم بعطي للوطن. جاي من سبتين جبال وهيدا أول مرة بشارك باللقاء. جاي من أيطو من المنصورية. جاي من جسين، هاي رابع مرة بشارك مع جيزو مشوا. فرح وصلاة وإيمان، يعني قدام نكون كتار كلنا على طول قلب واحد ومع يسوع نحن. جاي أنا من بيروت. جاي من الكفول سروان. جاي من طرابلس. أنا جاي من المنصورية، هيدي تاني مرة بشارك فيها. إنه هون أكتر شيء ما بتحس إنه بدك تطلع على شخص التاني تتلفق دينك، يعني كل واحد بيكون كتير عفوي باللي عم بيعمله، بحس بفرح كتير حلو. كمان إنه ما فيك توصفينه للعالم شو بحسه إلا ما هن يجربوا، لأنه بتجي إنسانة وبتفل إنسانة تانية. كل سنة عن سنة عم بتحمس أطلع أكثر، يمكن لأنه تخطى لسانت تيريزا شفيت، يعني حبيت تكرمها بالمشاركة. التلاتيل تبعنا هي تلاتيل خاصة فينا، يا بتكون مستوحاة من الكتاب المقدس أو من الآباء والرهبات اللي هن معنا بهالتجمع، ونحن أكيد الألحان لنا أكترية التلاتيل، أكيد في ألحان معروفة غربية. تلاتيلنا نحن يعني بنجرب قد ما فينا يكون فيهم روح الشباب وروح الصلاة، أهم شيء يكون فيهم روح الصلاة. تلاتيل عم تكون حماسية كتير، ونحن بنركز بتلاتيلنا الحماسية يكون فيهم عمق روحي، فيهم صلاة، فيهم يعني باس روحية يقتل، يعني الواحد لو هو مبسوط هو عم يزقف يقدر يسبح ربه فيهم. المبدأ النفسي اللي بيجي فيها الشباب هي نفسية أي شاب بعيش اضطرابات الحياة الطبيعية. في أشخاص تيجي محطمة، في أشخاص تيجي بتبحث عن فرح حقيقي. هذا الشيء بتختبره بقلب التجمع، لأنه إحنا مؤسسين على حقيقة اسمها يسوع المسيح. هاي الحقيقة مش ممكن أي حقيقة تانية توقف بوجهها. كرمال هالشي الشباب بتطلع من هون بتشريج جديد بقلب الحياة، تطلع بنفسية جديدة مخدر مقاصد على حياتها، وهذا الشيء هو اللي عم بيخلي التجمع يضل مستمر. لأنه لا، كل ما في أشخاص بتيجي بتكتشف الحضور القوي لله، كل ما بتضلها تيجي تتردد وتصلي معه. بنقول لهم إنه الفرح الحقيقي والحب الحقيقي والسلام الحقيقي والحرية الحقيقية وكل معنى الحياة اللي عم ننبش عليه بدنا نلاقيه بالأساس، بدنا نلاقيه بالجوهر، بده ينبع من الداخل، لأنه كل شيء بيجي من برا بيروح مع برا وما بيدوم. عشان هيك بنرجع نحن بهالأوقات اللي بنعيشها هون إلى العمق، إلى الداخل، يا قلبنا هونيك بنلاقي ربنا يلي بيحبنا ويلي بيحكينا ويلي هو بيعطي كل المعنى ويلي سلامه ما بينضب أبدا، لأنه هو بينبع من الداخل. استاذ
أستاذ جوزيف نهرة وأستاذ أليف غالي رئيس جمعية تجار الشياح كرم الزيتون وعضو مجلس بلدية الشياح ضيوفنا.